أصبح البريد المصري ذراع الحكومة في تأدية الخدمات الحكومية للمواطنين، حيث يقدم خدمات عديدة للسادة المواطنين، منها خدمة سداد مخالفات المرور، بالإضافة لاستخراج شهادات الميلاد والقيد العائلي وشهادات الزواج والطلاق والوفاة، بالإضافة لتجديد بطاقات الرقم القومي، بالإضافة سداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز، بالإضافة للخدمات المالية المتاحة في البريد المصري مثل حسابات التوفير، حسابات الجارية، خدمة تحويل الأموال من خلال خدمة الحولات الفورية بنقدمها لجمهور المتعاملين، بالإضافة للخدمات البريدية واللوجستية المتواجدة واللي يقدمها البريد المصري. أحدث خدمة بريدية عندنا خدمة وصلها، دي اللي أتاحها البريد المصري للسادة التجار وجميع العاملين بما يحقق رضا العاملين عن الخدمة. بصراحة دلوقتي أحسن من زمان بكتير في كل حاجة، تطور الخدمات، الراحة، يعني ممكن أي حاجة أعملها من خلال التليفون. لو كان لازم أجي وأتعب، لكن دلوقتي بقى الفيزا برضو كويسة، أسحب من أي مكان، الأماكن بقى كويسة كتيرة، الموظفين برضو كويسين. لا الوقت أحسن من زمان بكتير طبعا، بصراحة أحسن بكتير بكتير. يعني شايفها كويس جدا وتقدم حلو قوي في مكاتب البريد كلها عامة. يعني أنا رحت الأسبوع اللي فات واللي قبليه، جربت برضو التجربة وكلها كانت حلوة جدا، كانت أسرع من زمان، دلوقتي بقت أحسن بكتير جدا بالتقدم وكله كده، أحسن بكتير أنا شايف كده. لا طبعا في اختلاف وفي تطور والنظام كويس، يعني دلوقتي حضرتك أقل حاجة وأقل وقت، ما بناخدش وقت كتير، والنظام كل واحد بدوره بالأرقام، فطبعا في تطور. يعني انا عامه مش من الناس اللي بتستخدم البريد باستمرار، انا يمكن من اول مره اخش البريد ان انا اقدم خدمه فيه، ان انا اخد منهم شات مخالفات او حاجه زي كده، خدمات من اللي كانتش موجوده قبل كده في البريد. شايف ان ده حاجه كويسه وافضل، وكمان وقت الانتظار عامه ببقى عارف انه دايما زحمه. لا النهارده انا شايف ان انتظاري مش كبير، انا بقاليش اكتر من 5 دقائق تقريبا، ودوري فاضله 3 افراد قدامي. يعني